السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده استكمالا لسلسلة فيديوهات تخفيضات شركات السيارات في مصر، وبنتكلم في الفيديوهات دي عن التخفيضات اللي تمت على جميع السيارات من جميع التوكيلات. التخفيضات دي كان لازم نعرفها ونعرف كل شركة عملت تخفيض قد إيه علشان نقدر نقيم ونقدر كل شركة فعلا نزلت اسعارها ولا لسه. طبعا دي حاجه مهمه جدا علشان قرار الشراء. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن السياره سوبارو اكس في موديل 2020. شركه سوبارو خفضت اسعار جميع فئات سوبارو بقيمه وصلت ل 30,000 جنيه، حيث كان سعر السياره مرتفع بشكل كبير وكان مانع العربيه من الدخول في منافسه مع باقي العربيات التانية وباقي الشركات التانية. العربية نازلة بتنافس عربيات زي شيري تيجو 8، ستيروين سي 5، شيفورلي ايكوينوكس، سيات اتيكا، اوبل جراند لاند، متسوبيشي اكليبس، يونداي توسان، كيا سبورتج. لو عجبك الفيديو وحسيت انك استفدت ولو بمعلومة بسيطة دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وممكن تشترك في القناة علشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. ما زلنا ننتظر تخفيض اقوى على العربيه دي، لان العربيه دي تسعيرها من البدايه اصلا كان غلط وغير مناسب. وضع العربيه كان في مكان غير مناسب وخارج المنافسه. التخفيضات دي وصلت ل 30,000 جنيه. العربيه نازله بثلاث فئات في الاسواق المصريه. اسعارها قبل التخفيض كانت بتبدا من 430,000 جنيه لاول فئه لحد 510 لاعلى فئه. سوبارو اكس في كاداء تعتبر الأسوأ تقريبا في فئتها السعريه، لانها ما بتقدمش اي اداء قوي ولا بتنافس في الفئه السعريه دي. في كتير من المنافسين باسعار اقل ومواصفات اقوى بشكل عام، عشان كده كانت محتاجه تخفيض من فتره كبيره عشان تتمكن من المنافسه وتحقق مبيعات قويه او تنتشر حتى على الاقل. الفئه الاولى سعرها 410,000 جنيه بدل من 430,000 جنيه، ودي خدت تخفيض 20,000 جنيه. الفئه الثانيه نازله بسعر 455,000 جنيه بدلا من 485,000 جنيه بتخفيض 30,000 جنيه. الفئه الثالثه نازله ب 490,000 جنيه بدل من 510,000 جنيه بتخفيض 20,000 جنيه. التخفيضات اللي حصلت دي على العربيه اصبحت بتبدا من 410,000 لاول فئه لحد 490,000 لاعلى فئه، وهي اسعار عاليه برضو لحد دلوقتي مقارنه بامكانياتها، وما زالت بتحتاج الى تخفيض اقوى في السعر. الفرق بين الثلاث فئات، الفئة الأولى تعتبر هي البيز لاين، فيها ست وسائد هوائية وفيها ثلاث أنظمة فرامل مختلفة اللي احنا عارفينهم ABS و EBD و ESP، فيها نظام الاي سايت. الفئة الثانية بتزيد على الفئة الأولى ان فيها إشارات في المرايات الجانبية وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وفتحة سقف. الفئة الثالثة بتزيد على كل الكلام ده ان فيها كراسي كهرباء وإضاءة ليد وفرش جلد. الفئة الأخرانية اللي هي ب 490,000 جنيه. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.